العادات والموروثات السودانية الجميلة اللي احنا دايما نقدمها لكم عبر صباح الشروق، نتمنى انها ترضيكم ونعرف بكل ثقافاتنا المختلفة في كل أصقاع السودان. أهلا بكم من جديد ومن خلال فقراتنا. واليوم عندنا واحدة من الفقرات التعليمية مهمة، وهي واحدة يعني رافعة واحدة من الشعارات الجميلة يا حسام. الحل دائما في شنو؟ الحل في شنو؟ الحل في الفن. الحل في الفن. المبادرة الشابة من مجموعة من الشباب المتميزين جدا. سعداء جدا انه ينضم الينا واحد من هؤلاء الشباب المبدعين جدا، وهو عضو هذه المبادره، الفنان التشكيلي الشاب عمر برير علي. عايزين ندردش مع عمر تونس ونعرف المبادره ونشوف الحل في الفن، ما يبقى كلام سائل، لازم بتنزل اسم هذه المبادره الجميله على ارض الواقع. عمر اهلا بك، صباح الخير. صباح النور عليكم. صباح الخير. كيف احوالك؟ الحمد لله. ما شارب قهوه من الصباح ولا شنو؟ ما شارب قهوه من الصباح؟ الله يكون بياري. تحية حسام طبعا بحب المشاغلات يعني من الصباح كذا. لا هي شغلت جميل لكن التحية لك. احنا يعني المبادرة جميلة والله، ودائما احنا بنعبر عن حاجات بالفن، وانا بقول ان الفنون بتدخل في كل القوالب المجتمعية، يعني ما شرط هي مرتبطة بالفن لكن هي بتقدم رسالة سامية برضه. فخلينا نتكلم عن المبادرة فين بدأت والهدف منها شو. طيب المبادرة البداية في العليا كانت شهر 9، كان في نفرات فتحات، أهدافه إنه الحل في الفن يعني. الخرطوم عامة أو السودان فاقد الجداريات أو النوع من الرسم في الحوائط أو في الشوارع. ثم ثانيا في أهداف لأنه نحن طلعنا كان من ثورة أو ثورة حق الآن مواصلة، فنحن كرسامين قدامنا يعني لازم نرسل رسائل من عبر الرسم بتاعنا ده. فالجداريات هي وسيله ترسل لعامه الشعوب او عامه الشعب في البلد. فبدينا بالرسم بتاع الجداريات، حاولنا نوثق فيها الثوره والقيم السودانيه فيها، وحاولنا نرسل رسائل كثيره عبرها عشان الناس تقدر تصل عبر اكثر يعني ناس تفهم. نعم، واذا كانت تكون كالموسيقى يعني الرسم لغه عالميه ايضا. أيوة. كل العالم يستطيع من خلال رسمك انه يقرا هذه الرساله بوضوح. عندنا نحن المقولة انه الفن ده لغه مشتركه بين كل الشعوب يعني. فبالريشه بنقدر شنو نغير او نقدر نتوصل عبر الناس كلهم، حتى وان كان في اختلاف لغات، اختلاف جينات، اختلاف غير. فرسم او لوحه او نقطة موسيقية واحدة ممكن تجمع الحاجات دي كلها. يا سلام. كيف وجدت يعني التفاعل الشباب مع الجداريات الفنية والهدف الحل في الفن؟ يعني بيجيبوا الناس بيعلقوا ليك، بتلقى انه الفكرة واصلة للشباب؟ والله الفكرة واصلة شديد يعني. من أول بداية كان الناس كان في نفوات فتيحة، فالناس بتجي بتشوف الشغل بتسأل دي شنو، دي معناه شنو، دي عبارة عن شنو. وغالي ناس بتجيب العربات، بتزال بتيجي تجيب اكل، بتجيب شراب. فمن اليوم ده وقفنا كدعم من الشباب يعني او من الناس عامه يعني السودانيين. فالحكايه مشت، والحمد لله في الفيس برضه في صفحه وفي كده، فالناس بتتفاعل لحد الان، بيتفاعلوا وبيدعموا، في اراء، في نقد، في كلام كويس يعني بيدعم الناس انه تشتغل اكثر. نعم جميل. الثوره ارست كثير جدا من الادبيات، في كثير جدا من دروب الفن المختلفه. عاوزين نتكلم على الجزئيه دي ونفتح برضه معك ملف السلام باعتباره كان هو ملفنا المفتوح دائما في صباح الشروق، وواحده من الرسائل الكبيره اللي المفروض ايضا تصل عبر الجداريات او عبر الفنون المختلفه، عبر الرسم بصوره عامه الوسائل المختلفه، هو ملف السلام ايضا وقضيه السلام باعتبارها واحده من القضايا الكبيره والقضايا او القضيه الاساسيه في السودان. زي ما بيقولوا السلام سمح. صح نحن من عبر الرسائل بكون النصر ما ثوره، الثوره ثقافات عادات تقاليد والسلام في حد نفسه. بدينا وكان في جداريات، كانت في النفق بتاع الفتيحه، في النفق في المناره كوبري حلفايه. فعبر الجداريات دي، الجداريات كثيره جدا، انا ما اقدر اقول لك كيف اول الاماكن كانت كثيره جدا. فبنرسل الرسائل ده عباره عن جداريات فيها تظهر على الشاشة الآن بعض الجداريات برضو. أي. جميل. ده في نفق الفتيحات، ده عبارة عن
للمغتصبات اللي كانوا في القيادة وكده أعزائي أنت أساس ده في نخال مورن الجزء الشرقي فيها برضو جزء من السلام يعني إذا فيها عادات وكده عطرالك كده برضو من نفق الجزء الشرقي منه ده في المنارة كوبري حلفاية عبارة عن مينكا وفرقنداغا وكده ده في نفق الفتحاب ده في نفق الفتحاب برضو برضو نفق الفتحاب ده أثناء الشغل كده كلها جداريات دي كل الجداريات الجداريات اكثر من كده كتير لكن دي جزء منها دي صور منها طيب يعني انا شايفه انه في استخدام كثير للالوان وشغل زي ده شغل كبير بيحتاج لتوفير مواد يعني او التولز اللي ممكن تستخدموها بتجيبوها من وين ومنو بيدعمكم في انكم توفروا المواد دي ولا ده جهد ذاتي؟ والله من الشارع وللشارع يعني من البدايه كان الرسم وحيد القرن الاسي ده وهو في نفق الفتحاب دي كانت البدايه كانت من الشارع من الشير يعني ده من الحاجه اللي بدت من الشارع اللي خلقهم من ذات من العجب ومن الفكره فبدت من الشير من الشارع احنا بنجيب المواد ونقعد مع الشباب ونفكر في انه المكان الفاضي وين ونقعد نشوف الحاجات اللي ممكن تكون تدعم يعني افضل فكره لرسمة جوا الشباب بيجيبوا الناس ماشيين يعني ويدعموا فيك بالاراء الكويسه والدعم اذا كان معنا غير مادي فالرسم كان كثير شديد فبيجوا منا الملاحظ ممكن الفنان يفكر في لوحه ويرسم ويوصل رسالته لكن الملاحظ الان من خلال الصور واللي بنشوفه نحن معكم في الشارع انه ممكن ثلاثه اربعه خمسه يعني عدد او عباره عن تيم بيشترك في جداريه واحده صح هي الحاجة دي أصلا موجودة ولا دي؟ والله دي الفكرة من الفكرة دي إذا في ناس دارين يشتركوا في عمل واحد أو أي زول براو في فكرة إنه تيم ثلاثة أربعة أنفار يتفقوا في جدارية واحدة فيها يعني أسي دي كانت براء في نفس الشخص الرسمة دي كنا في تيم واحد كنا في واحد غرنا فعادي يعني الحاجة دي فيه ما زي لما تكون في لوحة ورق أو في اللوحات الطبيعية إذا كان ورق أو قماش الجدارة دي بتديك الإمكانية إنه تشارك الناس في رسمة واحدة تشارك مجموعة من الرسامين في حاجة يكون في اتفاق بين أعضاء المبادرة أو المجموعة أي بيكون في بيكون في رؤية أو الموحدة الناس إنه دايرة ترسم الحياة الفلانية بالطريقة الفلانية بالألوان الفلانية وبعد ذاك اشتركوا معروف فلان يعني بي في خط معروف فلان بي في لون ده بيخلط الالوان وكده فبتبدا انا ممكن رسمه وما جاء ثاني لكن بيجي غير رسمه عارف الرسمه هي شنو بقوم بيتم طوال الفكره بتكون واضحه وقدامه ثاني هو بيعرف الحياه عامل البيس بس هي بتكون عامله البيس طيب انت قبل قلت لي احنا بنختار الحته المناسبه وكده بنحتاجوا لتصريح او في زول بيسالكم بتعمل تعمل في جدارية في حتة معينة ولا الموضوع فري يعني؟ والله زي ما نقولوا البلد حقتنا مش راح بشرعية ثورية كده بس يعني هي أصلا قاعدة الحتة دي كلها اللي لقيناها قاعدة فاضية ويعني فيها كمية من الحاجات يعني. هاي في كمية من الحاجات اللي بتخليها ذاتها كده ما كويسة يعني احنا بنحاول نغير فيها بننظفها أولا شيء نلقى فيه مصاب نلقى فيه وساخة تحت بننظفها كامل من البدايه للنهايه ونعمل فيها الشغل. ممتاز. فعداد ثاني مثلا كان الجهاز المتصل وما قالوا لنا مشكله يعني قال لنا واصلوا في الحياه اصلا ينفع تقدمنا. يعني اذا كانت انفاق او شوارع او حاجه زي دي فهي بتجمل الاكثر يعني بتدي روح جماليه للمدينه عامه. طاقه ايجابيه. اي طاقه ايجابيه. صح. يعني ان شاء الله تكون الخرطوم الولايه بصوره عامه هي مدينه الجداريات في المستقبل القريب. ده بخلينا نتساءل على المستقبل ونظرتكم ايضا للمستقبل. نظرتنا للمستقبل ما انه الخرطوم بس. السودان كل السودان. السودان عامة يعني السودان في حد نفسه يعني مجموعة من اذا كان قبائل اذا كان ديانات اذا كان في تداخل يعني كثير في ثقافات كثير الحياة دي لازم تقعد يعني لازم تتنشر اكثر. الجداريه دي تحاول شنو تنشر الثقافات تحاول تنشر الجمال في جمال كثير في البلد يعني
إذا لح يعني مواهب مدفونة كمان. مواهب مدفونة صح. طيب إذا الشباب عندهم رسالة عبر الجداريات داير وصلها للدولة أو للمواطن السوداني، يعني شنو المطلوب الآن من الشباب ممكن إحنا نجسده عبر الجداريات؟ الناقص شنو للشباب؟ الناقص كثير طبعا، حاجات كثيرة. الشباب دي يعني في الثورة طلعت المواهب المدفونة إذا كانت في الفنون أو الجداريات وكده، في حاجات تانية مدفونة ما قدرت تطلع حتى عبر الثورة. فحاول عاوز جهد من الدولة حد نفسها، عاوز جهد من الإعلام نشوف المواهب دي كيف قاعدة. هي ممكن تكون منتشرة حبة كده في السوشيال ميديا وكده، فمحتاجة نظرات، محتاجة اهتمام عشان تطلع يعني تاخذ الرعايه الكامله، عشان بعدين يستفيد منها الدوله ذات، يستفيد منها الشعب، يستفيد منها. لكن انتوا مشاكلكم ما حتتحل الا اذا عملتوا كيان، يعني كيان يدافع عن حقوقكم وحاجاتكم وتفاصيلكم وتطلباتكم برضه في المرحله المقبله. والله يعني احنا احتضاننا كيان لكن ما سجلنا كيان مسجل؟ اي صح، احتضاننا صحيح كيان، لكن حتى الكيان ده عاوز اهتمام، عاوز نحن يعني حاليا شباب اغلبيتنا من العشرينات، محتاجين الرؤيه يعني من الناس القدام في الفنون وكده، ورونا يعني الطريق الصح وين الحاجات عشان نقدر في تواصل بينكم وبينهم ولا لا؟ العوائل موجوده؟ ما في، ممكن يجي يدعمك لكن ما يجي يوريك انه الحاصل على شنو وتسوي شنو. حاليا الحاجات دي بديناها وانتهينا وما انتهينا لحد الان مواصلين فيها، ما لقينا يعني دول كده يوضحين الافكار اللي قدام شنو من حال الرؤيه والاهداف لرسمة او جداريه. هم من الشباب برام يعني يقعدوا نص ساعه ساعه يطلعوا الفكره ويمشوا على كده. ممتاز. في كل القضايا اللي بتهمكم؟ في كل القضايا هاي، اي قضيه بيقعدوا بيشوفوا الحاجات اللي ممكن تربط بيناتهم بالالوان بالاشكال او بالعادات وكده، فبيجسدوها في رسمه واحده وبيشوفوا الافضل من الحياه يعني افضل في المواد وكده، بعد ذلك بتمشي. لكن ما لقينا الدعايه الكامله من الناس العقول الكبيره والعقول الخبره في الحياه في المجال ده. يا سلام، انه تدعمنا كيف يعني احنا اتمنى يكون في بينكم وبينهم تواصل يعني. ما يعني انتم امتداد لهم يعني بالتاكيد. طيب انا حاسالك سؤال يمكن احنا ختم دول الفقره يا حسام، حاسالك سؤال برضو. اكيد مرحبا بكم. يعني خلينا نتكلم برضو عن الرؤى المستقبليه زي ما قال حسام في الجداريات، يعني انتم الفتره الجايه عندكم هدف واحد دارين تصلوا له، هل في فكره معينه حتطبقوها لقدام في الجداريات؟ فكره معينه او مبادره يعني؟ لا نحن بس انا الاول والاخر اللي هو السودان، نجسد ثقافاته وعاداته وتقاليده. يعني مثلا اشراككم في السلطه، اشراك الشباب في الاماكن الحيويه. والله لجان المقاومه تكون في مجلس التشريع، فنحن بعد ذلك نقدر ناثر لجان المقاومه. نحن حاليا شغلنا اكثر شيء مع لجان المقاومه، متواصل معاهم وعارفيننا وفاهميننا الشباب عامه، حتى المواهب اللي قلنا عليها مدفونه دي. لما يكونوا في مجلس التشريع بيكون عندهم صوت، بيقدروا يعني يوصلوا عبره الحاجات كلها اللي عاوزينها او المطالب طلبات الشباب. آي. نعم نعم، ومن حق الشباب يعني انه يكون عنده تمثيل كبير جدا في السلطه اذا كان في المجلس التشريع او من غيره، لانه باياديهم بعزمهم بحناجرهم بخروجهم في المواكب جاءت هذه الثوره، يعني كان عليهم الركل كبير فيها. وهم كانوا عصب الثوره دي فلازم يعني ياخذوا حقهم منها، فجزء بسيط بس لو يتمثل منهم وقدروا يوصلوا مطالبهم للسلطة ويبدوا الجهات المعنية تقدر تعاين للشباب بنظرة مختلفة عن السابق، تمشي قدام البلد وشارع الشباب البلد، والشباب بيقدروا يعني يقدموا أكثر من الحاصل إن شاء الله. رسالة أخيرة يا عمر. والله رسالتي طبعا الشباب لحد الليلة شغالين في الجداريات وإعلان لتلفزيون يونيو وكده، فبقول للناس يعني تاخذ يدها مع بعض وتلتزم بالثورة وتلتزم بال عملتوا جدارية لتلفزيون يونيو؟ عملتوا جدارية لتلفزيون يونيو؟ ايوه في جدارية لتلفزيون يونيو المفروض تتعرض لكن ما عارف، بس الالتزام بالوعد اللي وعدناه لأسر الشهداء وكده فنواصل فيه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك. بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك جدا الفنان التشكيلي الشاب عمر برير علي، عضو مبادرة الحل في الفن.
ونتمنى فعلا كما ذكرت انا في مقدمه هذه الاستضافه ان يكون فعلا الحل في الفن باسهاماتكم بريشتكم كفنانين يعني واسهاماتكم المختلفه. شكرا لك. شكرا جزيلا. دائما انا بيعجبني الشباب المتحمس اللي هو دائما بيحب يفرض بصمته سواء كان في الفن سواء التفاصيل المختلفه اللي ممكن يقدمها للسودان، وهمه الاول مع نفسه السودان. فاحنا سعيدين بهذه المبادرات، واحنا بنوعد عمر وكل الشباب زي عمر انه في صباح الشروق دائما يعني طاقاتكم الابداعيه الهائله حتكون موجوده معنا على صباحاتنا ان شاء الله. يصلون في الاستوديو وما وصلوا، احنا بنوصلهم كمان في جدارات ان شاء الله بعد ان شاء الله ان شاء الله. نتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشره مشاهدينا الاعزاء، خليكم انتم قراب لنا دائما.